بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بسم الله المتوحد بالعظمة والجلال المتصف بصفات الكمال المنزه عن الأشباه والأمثال، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يزيد النعم ويحفظها من الزوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أنقذ من الضلال وهدى إلى أشرف الخصال، أمر بالتثبت وحذر من سوء الظن في الأقوال والأفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. وبعد، أيها الأحباب الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وتقيمه وزارة الأوقاف تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. يقام هذا الأسبوع بمسجد خاتم المرسلين بالعمرانية بمحافظة الجيزة. هذه الليالي أيها الأحباب تقام خدمة لرواد بيوت الله عز وجل، وخدمة لمتابعي ومشاهدي هذه الأسابيع وهذه الليالي وهذه الندوات عبر صفحة وزارة الأوقاف المصرية على الفيسبوك. ضيوفنا في هذه الليلة أيها الأحباب، معنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية ليحدثنا ويعلمنا في موضوع ندوة اليوم، حيث يدور حوارنا تحت عنوان الرفق. ومعنا متحدثا ومرشدا أيضا فضيلة الدكتور صبري غياتي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة، ومعنا مبتهلا المبتهل الشيخ عبد الله بدران. أيها الأحباب، نرحب بحضراتكم في مستهل ليلتنا هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الأوقات وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع. ويحضر معنا من رجال الأوقاف الشيخ محسن السيد مسؤول شؤون القرآن بالجيزة، والشيخ عبد المنعم فهيم مدير إدارة أوقاف جنوب الجيزة، إمام المسجد الشيخ عبد السميع محمد أمين. ويحضر معنا كذلك فضيلة الشيخ محمد حسين قاسم مدير شؤون الإدارات بأوقاف الجيزة، وفضيلة الشيخ السيد عمارة بإدارة العلاقات العامة. على خير أيها الأحباب، نستهل ليلتنا هذه سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الأقوال والأفعال، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات من أشرف عليه ودعا إليه ونفذه ومن قام به وحضره. نبقى مع آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ صبري متولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا الله. تبارك الذي جعل في السماء فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد نشورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا ومن يفعل ذلك
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة وإماما وشفيعا وشاهدا يا رب العالمين. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وأنت أصدق القائلين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. استمعنا أيها الأحباب إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا القارئ الشيخ صبري متولي جزاه الله خيرا، استهللنا بها فقرات ليلتنا هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وتقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هنا في مسجد خاتم المرسلين بالعمرانية بمديرية أوقاف الجيزة.
خدمة لرواد هذا المسجد وخدمة لمن يتابعون هذه الليالي وهذه الندوات على صفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. أيها الأحباب، موضوعنا الليلة يدور حول الرفق، هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن هذا الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. معنا معلما ومرشدا الليلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الصعب سهلا، فاجعل اللهم لنا بفضلك الصعب سهلا إن شاء الله. في البداية أشعر بسعادة كبيرة حقا أن أدعى إلى مثل هذه الندوات الدينية الثقافية التي يعني يقصد منها الخير، ويقصد منها نشر العلم ونشر الثقافة الإسلامية الوسطية. فنشكر القائم على هذه الأسابيع الثقافية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الجهد الطيب وعلى هذا الجهد الواضح في كل المجالات الدعوية، ليس فقط في الأسابيع الثقافية بل في غيرها من مجالس القراء ومجالس الفقه ومجالس الحديث. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يجري الخير على يديه. كذلك أخص بالشكر فضيلة الإعلامي البارز الجليل الأستاذ فوزي عبد المقصود، هو زميل عزيز وأخ فاضل، طالما يعني نسعد بأحاديثه في إذاعة القرآن الكريم وفي شتى يعني البرامج. فأسأل الله سبحانه وتعالى له كل الخير وأن يوفقه إلى ما يحب ويرضى. كذلك فضيلة العالم الجليل أستاذنا الدكتور صبري مدير الدعوة، أسأل الله سبحانه وتعالى له كل الخير وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وحتى لا يعني أقصر في ذكر الأسماء، كل رجال الأوقاف وكل علماء الأوقاف من أئمة ومديرين ومديرين إلى آخر، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الخير وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، نظير القيام بهذه الأعمال الطيبة والمجهودات العظيمة التي يؤدونها خدمة للإسلام وخدمة للمسلمين. في البداية طبعا موضوع هذا الأسبوع الثقافي أو هذا اليوم الطيب وهذه الليلة المباركة من هذا الأسبوع الثقافي هو موضوعنا الرفق. وكما نعلم أن الرفق معناه اللين، ومعناه التواضع، ومن معانيه خفض الجناح، فمعانيه متعددة جميعها تقوم حول التيسير والتخفيف ومراعاة الحال ولين الجانب إلى آخر هذه المعاني. وموضوع الرفق فعلا من الموضوعات التي يحتاجها الناس في حياته. في الآونة الأخيرة يعني تشابكت المصالح وتشابكت الأعمال، وأصبح رتم الحياة أو وقع الحياة وقعا سريعا، وأصبح الناس
يعني معظم الناس منهمكون في تحصيل أسباب حياتهم، ربما نتج عن ذلك بعض صور العنف وبعض صور يعني عدم لين الجانب والخشونة في التعامل. فمن هنا كان اختيار مثل هذه الموضوعات التي تمس أو تمس حياة الناس والتي تنظم سلوكهم وتضفي الرحمة واللين على العلاقات فيما بينهم، كان هذا اختيارا موفقا ممن يضع مثل هذه الموضوعات. رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس، والله سبحانه وتعالى خاطبه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله عز وجل بين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الرحمة وهذا اللين هو فضل من الله عز وجل، هو ما حباه الله عز وجل له من إنعامه وإفضاله عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وسنة رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ملأ بالأحاديث التي تدل على الرفق وتحث على أن يتخلق المسلم بهذا الخلق الطيب. منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وأيضا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يعطي على الرفق الكثير ولا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق أكثر من ذلك. هناك نصوص كثيرة وأحاديث وردت بصيغ متعددة كلها تؤصل للرفق وتؤسس لهذا الخلق الكريم الطيب. طبعا إذا أردنا أن نذكر بعض الصور، صور الرفق، ثم نأتي بالمقابل وهو ما يقابل الرفق وهو العنف الذي ظهر في الآونة الأخيرة. من هذه الصور أن الله سبحانه وتعالى بين لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الذي يعد جزءا من الرحمة. الرفق هو جزء من الرحمة، كما نعلم أن هناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة. هناك الرحمة العامة التي تعم الناس جميعا والتي ينبغي أن يعني يحرص عليها الناس جميعا فيما بينهم. أما الرحمة الخاصة كما بين صلى الله عليه وسلم، من هذه الرحمة أن الدابة ترفع حافرها عن صغيرها أو وليدها خشية أن تصيبه. فهذا الخلق وهو الرفق هو جزء من الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وهو أرسله ربه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ولنا في رسولنا الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا الخلق وهو خلق الرفق، وهذه الصفة من ثمارها العديد من الثمار، أنها سبب في دخول صاحبها الجنة. وكما نعلم أن الرجل الذي كان يعني يسير في الصحراء وكان أصابه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب منه، وخرج فوجد كلبا يلهس من العطش فنزل فمرأ خفه وسقاه، فتقبل الله عز وجل منه وغفر له. وهناك أيضا قصة المرأة البغية
وطبعا انتم اساتذتنا في الاوقاف يعني تعلمون هذه الاشياء. فلننظر الى عظيم هذا العمل الذي يتسم بالرفق. سقى كلبا فادخله الله الجنه، رفق او ارفق بحال هذا الكلب فكان جزاؤه الجنه من الله عز وجل. ما بالنا بمن يرفق بالانسان او من يكون رفيقا بمن كرمه الله سبحانه وتعالى وجعله سيد هذه الاجناس. ولقد كرمنا بني ادم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الاعلى في ذلك. تعلمون قصه الاعرابي الذي بال في المسجد، وهو طبعا عربي لا يعرف، كان حديثي عهد بالاسلام وكان لا يعرف يعني مدى حرمه هذا الامر او مدى التحذير من هذا الامر، لان المسجد هو مكان عباده ومكان طاعه. فاراد الصحابه ان ينهروه وان يزجروه وما الى ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا عليه بولته، يعني سيبوه كمل. وبعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا او هذا المكان ليس فيه هذا، وامر بزنوب او دلو من ماء وتم اراقته وازاله هذه النجاسه. لا شك ان هذه صوره من صور الرفق بالجاهل وبمن لا يعلم الاحكام الشرعيه. من صور الرفق، او هناك صور كثيره سوف اختصر على بعضها، من هذه الصور صورة الرفق بمن تدعوه إلى الله عز وجل. أخواننا الدعاة ومشايخنا العلماء اللي هم في الدعوة والأوقاف بارك الله فيهم وجزاهم خير الجزاء، أيضا يعني هناك عليهم أن يرفقوا بمن يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهناك لون من الرفق، وطبعا هنا عارفين كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة الحسنة في الأوقات حتى لا نخشى الملالة أو لا نمل. فدائما الداعي يعني رأفة بالمدعو ورفقا به عليه أن يتخير أوقات الاستجابة، ينظر الذين يحدثهم هل يعني عندهم لديهم استعداد لسماع موعظته أو لسماع حديثه. إن تغير ذلك هذا أيضا لون من الرفق، وهو من أهم هذه الصور، من أهم صور الرفق، الرفق في مجال الدعوة. ولو كنت فظا صلى الله عليه وسلم غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لينا سهلا هشا بش، حتى في غير المؤمنين كان دائما يعني أسلوب الحبيب صلى الله عليه وسلم أسلوب يعني جاذب، يجذب من يخاطبه، وكل من يخاطبه صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يعني يستريح إلى هذا. رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وبالعبد وبالحيوانات وما إليه، يعني صور كثيرة جدا للرفق. من هذه الصور الرفق بكبار السن، والرفق بآبائنا المسنين، أسأل الله عز وجل أن يمتعهم بالصحة والعافية. هؤلاء يحتاجون إلى لين القول، ويحتاجون إلى الكلمة الطيبة، ويحتاجون إلى الابتسامة في التعامل. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فخفض واخفض لهما جناح الذل. خفض الجناح في نوع من اللين وفي نوع من الرفق بالوالد والوالدة. كذلك الصغار، ليس منا من يوقر كبيرنا ويرحم صغيرا من لم ويرعى لعالمنا حقه. فالرفق بالصغار وبالأطفال
وأن نحببهم في المسجد وفي الحضور إلى المسجد، لا ننهرهم بل نعلمهم. هذا لون من ألوان الرفق، وصورة من هذه من صور الرفق التي ينبغي أن تسود في علاقاتنا فيما بيننا. ظهر موضوع على الساحة وهو يحتاج إلى أن نلقي الضوء عليه. دائما نسمع العنف الأسري، دي من المصطلحات الحديثة، حتى بعض إخواننا الباحثين في المعهد بيحاول يكتب خطط في العنف الأسري، صح؟ ما السبب في ذلك؟ هذا لون أو صورة من صور العنف لم تكن في السابق، وإنما ظهرت على الساحة. بنت تقتل أمها، ومثلا ابن أم تقتل بنتها، هذه الصور لم نعهدها من قبل، وإنما ظهرت في مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة. الذي يعالج مثل هذه الظاهرة أو هذه الظواهر التي لا تتسق ولا تتفق مع إيماننا وإسلامنا وديننا الذي قام على الرحمة، هو أن نتخلق بهذا الخلق، أن نتعلم الرفق من رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. العنف الأسري كما يعني يذكر أو يتم الكلام فيه على الساحة، والعنف ضد المرأة، كل هذه مصطلحات ظهرت أخيرا، فقسموا العنف المادي والعنف الحسي والعنف مثلا ما يتعلق بالشعور، يعني هناك تقسيمات كثيرة. العنف المادي اللي هو الضرب، وطبعا احنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، وكذلك أيضا المحافظة على شعور المرأة وعلى كرامتها، هذا أيضا رفق بها. أما أن يتم التعدي على المرأة إما بالضرب أو إما يعني إصابتها بنوع من عدم يعني الطمأنينة أو الراحة أو إيذائها في مشاعرها، المرأة إنسانة، وطبعا لم يكمل من البشر أحد إلا صلى الله عليه وسلم. فإن كما ورد أن تتزوج المرأة الصالحة، يعني إن رضي منها خلقا أو إن كره منها خلقا رضي منها آخر، تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمال إلى آخر هذه الأحاديث الطيبة. فالمرأة ليست معصومة من الخطأ، بل هي إنسانة لها من الصفات الحسنة وفيها من بعض الصفات السيئة، وكذلك الرجل، يعني الرجل ليس كامل الأوصاف حتى يتصيد للمرأة الأخطاء وحتى يعني يقوم بإيذائها نفسيا أو بدنيا أو ما إلى ذلك. فنقول الرفق بالمرأة وحسن المعاشرة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن لم يكن هناك حب بين الرجل والمرأة، قد يحدث هذا في القليل يعني، فلا تبقى إلا الرحمة علينا. إن لم تتوافر السكينة والمودة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن لم تتوافر هذه السكينة وهذه المودة والرحمة، هل يصير عقد الزواج يعني قتال وتراشق وإيذاء وعنف وما إلى ذلك؟ لا تبقى إدرا، عاملها بالرحمة. عليك أن ترحم يعني سنها، وأن ترحم حالها، وكذلك الزوجة عليها أن ترحم الزوج وأن تراعي العشرة والتي كانت بينهما. فالعنف الأسري من الظواهر السيئة التي ظهرت في المجتمع، لا علاج لها ولا خلاص منها إلا بالرجوع إلى سيرة رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم منه الرفق واللين في كل شيء. حتى لا أطيل عليكم، أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. شكرا للأستاذ الدكتور
عبد المنعم سلطان وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية طاف بنا حول موضوع الليلة الرفق في هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد خاتم المرسلين بالعمرانية بمحافظة الجيزة خدمة وادي هذا البيت العامر ومتابع صفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. وأشكر حضوركم هذا الكريم المشرف، جزاكم الله خيرا، فهذا حرص منكم على الاستفادة والاستزادة من ميراث النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. حديثنا أو حديث الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان بيّن لنا جانبا مهما وهو أهمية الرفق، هذا الخلق الذي ربما يكون من أهم الموضوعات التي طرحت من خلال هذه الليالي، لأن كل عمل من الأعمال وكل خلق من الأخلاق التي يدعو إليها ديننا ويدعو ويعظ بها علماؤنا ربما كل خلق مستقل بنفسه، أما الرفق فكل نواحي الحياة تحتاج إلى هذا الخلق بين جميع الناس، بين الكل، العالم أو المعلم والمتعلم، الزوج والزوجة، الأب والأم والأبناء، الحاكم والمحكوم، الداعية والمدعوين، كل هؤلاء وكل هذه الجوانب من جوانب الحياة تحتاج إلى أن يكون الرفق موجودا في كل هذه التعاملات. سنستزيد إن شاء الله بعد أن نرحب بضيوف رجال أو رجال الأوقاف الموجودين معنا هذه الليلة في هذا المسجد، فضيلة الشيخ محسن السيد مسؤول شؤون القرآن بأوقاف الجيزة، الشيخ عبد المنعم فهيم مدير إدارة أوقاف جنوب الجيزة، وإمام المسجد الشيخ عبد السميع محمد أمين، والشيخ محمد حسين قاسم مدير شؤون الإدارات، والشيخ السيد عمارة بإدارة العلاقات العامة. أيها الأحباب، معنا معلما الليلة كذلك في حوارنا هذا وندوتنا هذه تحت عنوان الرفق الدكتور صبري غياتي مدير الدعوة بأوقاف الجيزة، نسأل الله له التوفيق فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عمن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على طريقهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، الحقيقة أن أستاذنا الكبير فضيلة الدكتور عبد المنعم طوف بنا حتى إنه ما ترك جانبا من الحياة إلا وجعلنا نشعر أن الرفق ركن أساسي فيها، حتى إننا ظهر لنا أن الرفق هذا وإن كان الحديث عنه ضمن موسوعة الأخلاق أو ضمن منظومة الأخلاق حديث هامشي، إلا أنه من الآن أدركنا أنه حديث أساسي، بل هو خلق أساسي لا تقوم حياة بغير الرفق. ثم بعد ذلك أحسب أن أستاذنا الكريم ما ترك لنا حديثا إلا فضل الكلام، ومن فضل كلام أستاذنا ومن بركة حديثه نقف حول الرفق في نقطتين أو ثلاثة حتى لا نتجاوز قدرنا ووقتنا أو وقتكم. حينما قال رب العزة تبارك وتعالى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، خلق الرفق أساسا مرتبط بالقلب،
ومرتبط كذلك بخلق الرحمة، أو هو يعتبر أثراً من آثار خلق الرحمة. طيب، حينما ننظر في وصف الحق تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يقول ربنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قضية الرحمة وقضية الرفق هذه لا تتحقق لكل إنسان إلا من صفت نفسه، وإلا من زكت روحه، وإلا من رق قلبه لكل صغير ولكل كبير. ولذلك حينما تقف مع اللفظ القرآني أو الوصف القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم، الحق تبارك وتعالى لم يقل وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين أو للإنسانية أو لجنس من الأجناس، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وتلك تأخذنا إلى قضية مهمة جدا، وهي قضية الاصطفاء في أصلها. الحق تبارك وتعالى كما نعلم جميعا يصطفي من الملائكة رسلا، ويصطفي من البشر رسلا، ويصطفي من الخلق أناسا، ويصطفي من الزمان أو من الأزمنة زمانا، ويصطفي من الأماكن أماكن بعينها. فلماذا يحدث أو كيف يحدث هذا الاصطفاء؟ علشان تعرف إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جمعت له الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو كان فيه أنبياء ورسل قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل نبي وكل رسول كان يبعث لقومه خاصة، فكأن رحمته أيضا كانت بقومه إيه؟ خاصة. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا الحق تبارك وتعالى حينما يصطفي من جنس البشر أو من الخلق جميعا إنسانا ويشرفه ويكرمه ويصطفيه، فإن لهذا الاصطفاء معنى. صليتوا على سيدنا النبي. فما معنى هذا الاصطفاء؟ أولا هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فكأن الحق تبارك وتعالى نظر في قلوب الخلق جميعا فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم أصفاها وأكرمها، فاصطفاه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. لكن الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم هل جاء ليكون رحمة للعالمين، أو ليتخلق ويضرب لنا المثل الكامل في الأخلاق والسلوكيات فحسب، أم أن الحق تبارك وتعالى حينما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم إنما اصطفاه ليشيع صفائية قلبه صلى الله عليه وسلم في كل أتباعه، حتى تعود الأمة المحمدية بكاملها أمة محمدية مصطفوية، أو تعود إلى صفائية النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الأمة المحمدية أيضا أمة محمدية في صفائيتها وفي أخلاقها وفي سلوكياتها وفي التراحم والتواد والرفق بينها وبين بعضها البعض، حتى تعود الأمة بعد ذلك، بعد أن تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تعيش تلك الصفائية أو تشيع تلك الصفائية بين جميع أفرادها، لتصبح الأمة المحمدية هي المثل البشري الكامل والحي والمحتدى للبشرية كلها، لكي تنظر الأمم جميعها إلى الأمة المحمدية بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم فتتعلم الرحمة منها وتتعلم الرفق منها.
إذن قضية الاصطفاء في حد ذاتها نعم لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا ليشيع أخلاقه وليشيع تلك الصفائية المحمدية في كل أفراد الأمة الإسلامية، حتى نعود مثالا حيا على أخلاق النبي، شاهدا على أخلاق الإسلام وشاهدا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نشيع تلك الرحمة وتلك الرقة وتلك الرأفة بين أفراد الأمة وبين شعوب العالم جميعهم. ثم إننا إذا نظرنا في قضية الرفق وجدنا أنه لا بد أن يكون هناك جانبين، جانب أعلى وجانب أدنى، غني وفقير، قوي وضعيف، كبير وصغير، عالم ومتعلم، أستاذ وتلميذ، وهكذا. فكأن قضية الرفق هذه نريد أن تعم أفراد المجتمع كله حتى نتعلم الرفق، وحتى يكون الرفق دائما بين الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى. شو بقى ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن النعم، لأن لما قلنا إن الرفق ده يحتاج إلى إيه؟ جانبين، أعلى وإيه؟ وأدنى، مش كده؟ دائما كده، يبقى لازم الكبير يرفق بالإيه؟ القوي هيرفق بالإيه؟ مش العكس، تمام؟ طيب، طالما أن القضية كذلك، فإذا لو الأكبر تلك نعمة أم ليست نعمة؟ الغنى، القوة، كلها نعم. انظروا إلى حديث القرآن الكريم عن النعمة. كلمة النعمة وردت في القرآن الكريم 28 مرة، كل نعمة في القرآن الكريم مكسورة النون إلا نعمتين. نعمة جد بالفتح، يعني مثلا لما يقول كده واذكروا إيه؟ نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقه، ويقول لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكثير من الآيات، كل الآيات اللي في القرآن الكريم وردت التي ورد فيها لفظ النعمة، جاءت النعمة بالكسر إلا في موضعين. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الدخان ونعمة كانوا فيها فاكهين، ثم قال بعد ذلك في سورة المزمل وذرني والمكذبين أولي الإيه؟ النعمة. أنا عايز بقى خلي بالكم معايا كده، علشان احنا داخلين في اسرار اللغة العربية. اللغة العربية دي اللي القرآن الكريم منزلش بلغة تانية واختارها، لان كل شكلة وكل حرف وكل همسة وكل نبأة في اللغة العربية بيكون لها ايه؟ معنى وبلاغة ودلالة. طيب، يقول لك ان الكسر في نعمة، كل نعمة في القرآن الكريم الكسر ده بنسميه علامة خفض، بنسميها علامة ايه؟ خفض، مش جر. يعني بعض العلماء يسموه الجر، لكن غالب العلماء يقول لك علامة خفض. طب معاني الخفض دي مش تيجي معانا، تخش معانا في قول الحق تبارك وتعالى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. طب هو خفض الجناح ده رفق ولا ما هوش رفق؟ طب رحمة ولا ما هوش رحمة؟ طب الكلام ده كان لسيدنا النبي بس صلى الله عليه وسلم، ولا لنا احنا كمان علشان نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب، لما يقول له كده واخفض جناحك، يبقى كأن الكسرة دلالة خفض أو علامة على الخفض وعلى الدعة. يعني الإنسان اللي جات له النعمة وبقت نعمة مش نعمة، كأنه حينما أنعم الحق تبارك وتعالى عليه بنعمة، شوف بقى بنعمة المال، راجل تاجر ما يستغلش ظروف الناس، راجل دكتور ما يستغلش حاجة المريض، ما يبقاش عندنا حب التملك أو حب المكسب الذاتي أو المصلحة، تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الناس، على مصلحة الضعاف، على مصلحة المرضى، على مصلحة عموم الناس، لأن ده اللي بيعمل أزمة حقيقية عندنا في المجتمع بتاعنا، الاستغلال وحب الكسب وحب جمع المال من أي طريق وبأي طريق، حتى لو استغل حاجة الناس، لا
ما هو احنا النهارده بنتكلم عن الرفق وبنبين بقى معنى النعمه، وان كل نعمه يعطيها لك الحق تبارك وتعالى فاعلم فانما هي نعمه او نعمه. صليتوا على سيدنا النبي. قلنا ان نعمه اللي موجوده في القران بالكسر دلاله على ان الحق تبارك وتعالى حينما اعطى اصحاب هذه النعمه اعطاهم النعمه عرفوا حقها وعرفوا فضل المنعم عليهم فيها وادوا شكرها ولم يستطيلوا ولم يستعلوا بها على الايه؟ على الناس. النعمه ما ايه؟ ما اضغطهمش. النعمه هنا ايه؟ ما خلتهمش يطغوا على الناس ويستعلوا على الناس، بل بالعكس ما زادتهم النعمة إلا رقة، وما زادتهم النعمة إلا خفض جناح، وما زادتهم النعمة إلا تواضعا، فلما تواضعوا بالنعمة جاءت الكسرة دلالة على خفض جناحهم للمجتمع وللناس ورفقهم بالناس، وتظل نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. ثم بعد ذلك جاء القرآن الكريم بالنعمة مفتوحة في الموضعين اللذين ذكرناهما. ولنقرأ الموضعين لنرى من هؤلاء الذين تحدث الحق تبارك وتعالى عنهم ففتح نون نعمة ليدل على أن الحق تبارك وتعالى لما أعطاهم النعمة ما عرفوا حقها ولا عرفوا فضل المنعم عليهم فيها، بل استطالوا واستعلوا بها على الناس. ولذلك الموضعين، الموضع الاولاني بتاع سوره الدخان بيتكلم عن مين؟ عن فرعون. فرعون ذي الاوتاد اللي جده كان بيدق خيامه بتاعه، بعدين ربنا جاب له يعني ملكه مصر، وبعد ما تملك طغى وتكبر وقال لهم اليس لي ملك مصر، وبعدين وزار يقتل ويذبح الابناء ويستحي النساء، فاستطال بالنعمه. فلما استطالوا بالنعمه قال الحق تبارك وتعالى ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك ايه؟ يبقى اذا نزعت منهم النعمه ولا ما نزعتش النعمه؟ ليه نزعت النعمه؟ شوف بقى الفتحه هنا اللي تديك المعنى ده، لان الفتحه ايه؟ بتتحط كده فوق الكلمه مش كده، فوق الحرف. فكانها هنا مش في كل المواضع طبعا، فكانها ها هنا دليل او اشاره او علامه على ان هؤلاء استطالوا بالنعمه على الناس واستطالوا بالنعمه على الخلق، فاضحت النعمه نقمه عليهم كذلك واورثناها ايه؟ قوما اخرين. تمام. نيجي بالموضع الثاني اللي هو بتاع سوره الايه؟ المزمل صلى الله عليه وسلم بيقول وذرني. طب ما هي لما يقول والمكذبين مش عايزانا نكمل بقى، صح ولا ايه؟ مش كده؟ مش خلاص، ما هو المكذبين هم مين؟ ده هو بيكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له سيبني ليه؟ سيبهم منهم ليه بقى؟ سيب الجماعه المكذبين اللي هم اهل مكه، اللي هم اللي كانوا بيقولوا الله. هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ما لقاش الا محمد ده هو اليتيم ده هو علشان ينزل عليه القران؟ وقالوا كده قبل كده لولا نزل هذا القران ايه؟ على رجل. اي اخي هم يقسمون رحمه ربك؟ اي انت هتقسمها انت؟ ما ينفعش، مش كده. فشوف بقى دول ربنا ادالهم نعمه، والنعمه بتاعتهم لما قال لي إلاف قريش إلافهم رحله الشتاء والصيف. خلي بالك قريش في اهل مكه وقريش في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام كانت تعتبر هي اكبر قوه اقتصاديه وعسكريه ودينيه وروحيه في شبه الجزيره العربيه كلها. يبقى كأن النعمة بتاعتهم كانت أعلى من إيه؟ لأن هما كانوا يشتغلوا ويشتغلوا بالتجارة، والتجارة دي فيها إيه؟ غالب المكسب. وكان لهم رحلتين، حتى القرآن الكريم اتكلم عنها، دي كانت نعمة ولا ما كانتش نعمة؟ وبعدين يقول لك الذي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم والناس جعانة وآمنهم والناس خايفة، مش كده ولا لأ؟ ده حما قريش وحمى مكة وحمى ودافع عنهم بالطير الأبابيل لربنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما زادتهم هذه النعمة إلا طغيانا وإلا عتوا وإلا تكبرا وإلا تجبرا وإلا استطالة على الناس واستطالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى يقول لك إيه بعد ما تصلي على سيدنا النبي؟ يقول وذرني والمكذبين أولي النعمة. ما قالش النعمة،
أصل هم هنا لا عرفوا حقها ولا عرفوا فضل ربنا فيها ولا عرفوا حق الناس فيها، بل بالعكس ما زادتهم النعمة إلا طغيانا واستعلاء وكبرا وتكبرا، مش على أي حد، على مين؟ على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سيبهم لي بقى، جينا بقى بدري لقينا 70 قتيل و70 أسير، عارفين انتوا الايه القصة دي كلها. يبقى اذا حينما نتحدث عن خلق الرفق نصل في النهاية الى حقيقتين او الى فائدتين اكتفي بهما. اما الفائدة الاولى فان خلق الرفق كان خلقا للنبي صلى الله عليه وسلم ملازما له، وذلك لكي يشيع هذا الخلق فينا حتى تعود امتنا امة الرحمة وامتنا امة محمدية في اخلاقها وفي رفقها، رفق بعضها ببعض، رفق التاجر بالمشتري بالضعيف بالفقير، رفق الغني بالفقير، رفق الطبيب بمرضاه. الرفق لابد أن يسود مجتمعاتنا حتى نعود أمة محمدية بحق. ثم إن النعمة، أي نعمة، إذا أعطاك الحق تبارك وتعالى إياها فاعلم فإنما هي نعمة أو نعمة، فاحرص أن تكون نعمة في الدنيا والآخرة، واحذر من أن تتبدل النعم. أسأل الحق تبارك وتعالى أن يتم نعمه علينا، وأن يتمم ما بنا وبكم من نعمة الإيمان، وأن يرفعنا وإياكم إلى مقام الإحسان، وأن يعقبنا في ذرياتنا وفي أخلاقنا خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. استمعنا إلى موعظة بليغة من فضيلة الدكتور صبري غياتي مدير الدعوة بأوقاف الجيزة، حدثنا حول خلق الرفق ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرحماء الذين يرحم بعضهم بعضا حتى نستحق رحمة الله سبحانه وتعالى بنا في الدنيا وفي الآخرة. جاءت هذه الكلمة أيها الأحباب ضمن فقراتنا هذه الليلة، الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيم وزارة الأوقاف بمسجد خاتم المرسلين بالعمرانية بالجيزة تحت رعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحباب، نختتم ليلتنا هذه بالابتهال والدعاء والرجاء. نبقى مع المبتهل الشيخ عبد الله بدران. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا جاءوا إليه
تقبلوا تقبيلا ورأوا جمال محمد في روضة منه الوجوه تهللت تهليلا ورأوا جمال محمد في روضة منه الوجوه تهللت تهليلا صار النسيم معطرا من طيبه فشفى النسيم مكدرا وعليلا. فإذا وصلت مقامه نلت المنى ولك الشفاعة سجلت تسجيلا. فإذا وصلت مقامه نلت المنى ولك الشفاعة سجلت تسجيلا. قل يا رسول الله قل يا حبيب الله إني مذنب فاقبل عبيدا قد أتاك ذليلا. يا حبيبي يا محمد قل يا رسول الله إني مذنب فاقبل عبيدا قد أتاك ذليلا. واشفع له عند الإله شفاعة يلقاك في حشر تكون كفيلا. يا خير من يدعى إليه وخير من يهدي الأنام محمد. يا خير من يدعى إليه وخير من يهدي الأنام محمد. يا رحمة الرحمن للدنيا وفي الأخرى السلام. يا حبيبي يا حبيبي يا محمد. يا سعد عين قد رأتك وحظ قلب فيك هام. وسل المشاهد لدعي ومن تشدق بالكلام. أقسمت بالله العظيم وكعبة البيت الحرام والحجر والمسعى وزمزم والقواعد والمقام. ما مثل وجهك نور شمس لا ولا بدر التمام. الله يهديك يا عبد الله. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ما شاء الله عليك. الله يا اكرم الرسل
الرسل الكرام أرجو الزيارة كل عام يا أفضل الرسل الكرام أرجو الزيارة كل عام لأراك يا خير الورى وأشم عطرك في المقام لأراك يا خير الورى وأشم عطرك في المقام أنت الشفيع بإذنه يوم القيامة والزحام الحوض حوضك سيدي تسقي الأحبة بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمعا وطاعة لبيك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد ذرات الرمال ومثل ذلك ألفا ألفا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد قطرات الأمطار ومثل ذلك ألفا ألفا صل اللهم على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصل عليه وكما تحب أنت يا ربنا أن تصلي وتسلم عليه صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وتقبل منا الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتقربنا منه وتتلى بين يديه فتقر عينيه صلاة تفوق كل صلاة من صلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وارض اللهم عن أبي بكر وعمر ضجيعيه والحسن والحسين سبطيه والسيدة زينب قرة عينيه وحمزة والعباس عميه وسائر الآل والأصحاب ونحن جميعا وكل من انتمى إليه فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله عشنا مع هذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المبتهل الشيخ عبد الله بدران جزاه الله خيرا وبهذا اختتمنا مع حضراتكم لقاءنا الليلة هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد خاتم المرسلين بالعمرانية بالجيزة برعاية كريمة مشكورة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شكرا للحضور الكرام شكرا لحضراتكم أيها الأحباب وحتى نلقاكم لكم منا أطيب التحية نستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.